هاي يا حلوين، حضرت لكم اليوم وصفة كاب كيكس الشوكولا والبنانا. وصفة كتير طيبة وخفيفة كتير كمان. لهيدي الوصفة بدنا كباية ونص طحين، نص كباية سكر، وحتى فيكم تحطوا ربع كباية، نص كباية كوكو باودر، كباية لبن، ربع كباية زيت، شوية فانيلا، بيضة واحدة، 2 بنانا، ملعقتين صغار بيكنج باودر، ونص ملعقة بيكنج صودا. نبلش أول شي بخلط المكونات الجافة، وأهم شي إنه ننخلهم. سو أنا هون عم بخلط الكوكو باودر، البيكنج باودر، والبيكنج صودا، أكيد بعد ما كون نخلتهم. هأخلطهم كتير منيح كرمال لما ضيفهم على المكونات السائلة يندمجوا مع بعضهم بطريقة كتير منيحة. هلأ هون بدي أحط البيضة وأرجع أخلطها، نخفقها هيك، بنرجع بنزيد عليها الزيت. عندي هون ربع كباية زيت، وبدي زيد السكر شوي شوي أنا وعم بخلط. بعد ما كون زدت السكر وخلطت البيض والسكر كتير منيح، بدي أضيف الفانيلا. أنا ضفت ملعقة صغيرة فانيلا بزيادة، ما بدنا أكتر. وهلأ بدي بلش حط اللبن. عندي هون كباية لبن، بنحط اللبن، برجع بدي حط البنانا. كمان عندي 2 بنانا، أنا مثل ما نكون شايفين I mashed them، يعني هيك مثل فعستهم منيح. وهلأ رجعت خلطتهم كلياتهم ببعضهم، بصير عنا الخليط بتحسوا هيك لونه على بيج. هلأ بدي أجيب المكونات الجافة، بحط فوقهم التشوكلت شيبس. انا عندي حوالي نص كباية تشوكلت شيبس، وبدي بلش ضيف المكونات الجافة على المكونات السائلة على مراحل، ومنخلط. يعني منضيف شوي من المكونات الجافة ومنخلط، نرجع منضيف الباقي. اهم شيء نعملهم على مراحل وشوي شوي مشان تتكون عنا خليط هيك متماسك مع بعضه. اكيد اهم شيء تتلوا الدنيا انتو عم بتزيدوا الطحين، بس ما بيأثر. ليكو الخليط مع أحلاه، بتحسوه هيك سميك ومتماسك كلياته على بعضه. هلأ بدي حضر معي كب كيك تينز. هيدا الخليط بيعمل لي حوالي 12-14 كب كيك. أنا جهزت هون 12 وحدة. بدنا نعبي الكب كيكس، أهم شيء 3 أرباعهم، يعني ما تطفحوها كلياتها، لأنه إذا طفحتوها لما تفوت على الفرن ما حيكون عندها مجال الكب كيك تترفخ. سو منحط تقريبا 3 أرباعها، أوكي، يعني أكتر من النص بشوي تنعطيها مجال تترفخ. وأكيد برجع منحط شوية تشوكلت شيبس من فوق، ومندخلهم على فرن محمى على درجة الحرارة 180. أول شيء لمدة ربع ساعة، يعني 15 دقيقة، بخليهم على درجة الحرارة 180، وبعد 15 دقيقة بخفف الحرارة لل 160، وبعطيهم حوالي 10 دقايق حتى يستووا مظبوط. هيك بتتأكدوا من نجاح الكب كيكس، بيرفخوا منيح وما بيطلعوا لبرات الكب كيك تن، وبيستووا على المظبوط من جوا. طلعوا ما أحلاهم، يعني عن جد شي بشهي، وريحتهم كانت سوبر سوبر بتشهي. أنا يلي عملته بالكب كيكس تبعوتي أنه بعد ما طلعوا جبت هيك مثل إبرة، وكنت حاشيتها من النوتيلا يلي أنا عملته، وحطيت بقلب الكب كيكس. هو ما في داعي، هن الكب كيكس أوريدي سوبر مويست، بس صراحة أنا كتير بحب الشوكولا. طلعوا ما أحلاهم، ليكم من جوا قديشة صافت وقديشة فلافي. وصفة كتير طيبة وكتير سهلة، ناطرة منكم تجربوها وتبعتولي صور على الانستغرام. وما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وسبسكرايب لماي تشانل لوصفات كتير طيبة.